السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معايا في قناتي وقناتكم قناة بوجنية زينب. اليوم عندنا واحد السلطة الأيلونية غادي نديروها نستعملوها بمناسبة الصيف ومناسبة العيد إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غنبداو بها وهو اللون، الهبرة ديال اللون ما فيهاش الشوك. أول حاجة غنبداو بها وهو غادي نعملوها هنايا في المقلة، وغادي نحكو عليها البصلة، البصلة بيضة باش متطلقش لينا المرورة. بسم الله على بركة الله. أول حاجة نبداو بها هي الثوم. الثوم مطحونة في زيت الزيتون، نص معلقة ديال الثوم. بسم الله على بركة الله. كاين شي جوج معالق ديال زيت الزيتون باش غادي نشحروا هاد الحوت. بسم الله. نص معلقة خرقوم، معلقة صغيرة، وقزبر يابس ماشي مشكلة، نديرو معلقة قزبر يابس مزيان، معلقة كامون، بزار نص معلقة البزار، والفلفل أسود، عندنا نص معلقة الملحة، وغادي نديوها إن شاء الله نشحروها ونرجعو إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. عندنا هنايا فلفلة حمراء، غادي نحيدو ليها النباتة ونقطعوها هكا طويلة، وغادي نعاودو نقطعوها على شكل مربعات هكا. هاد السلطة هادي غنية بالبروتينات وزوينة وصحية وتليق حتى لمالين الريجيم. هادي بالنسبة لثلاثة الأشخاص، فلفلة واحدة حمراء، فلفلة واحدة خضراء، هذه سلطة يونانية جاية من اليونان، زوينة وصحية ومغذية.
البصله البيضاء. علاش انا كنستعمل البصله البيضاء؟ حيتاش ما حاراش، ما كتطلقش ديك المروره، هذيك البصله الحمراء كتطلق المروره في السلطه. داكشي علاش انا ما كنستعملش البصله الحمراء، كنستعملها غير في المسيح فقط. حنا كنديروها هكا شويه غليظه شويه باش تجي باينه. كاين اللي كيرققها، اللي بغى يرققها يرققها ماشي مشكل. وهاد السلطه هذه اللي مشيتو خديتوها في المطاعم يعني راه كتقام شويه غاليه. ايوا الا استعملتوها في الدار راه كتقام رخيصه. علاش؟ حيت نخليوها شويه بين مكعبات باش يبان الديكور ديالها زوين. ولا ولا قطعناها بزاف تطلق لينا المروريه في السلطه. عندنا خيارة بالنسبة لثلاثة الأشخاص، على أربعة تنقطعها على أربعة كما كتشوفوا. سهلة جدا. الا كانت مطيشه كبيره تنديروا وحده، والا كانت مطيشه صغيره تستعملوا جوج هكا مكعبات. فلفلة حارة، كاين اللي تيستعملها وكاين اللي ما تيستعملهاش، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. انا كنديرها، طلقت هي واحد النسمة زوينة.
غادي نمشيو نشوفوا المقله ديالنا الحوت واشنو داير. غادي نحركو هكايا نحسو به شرب تبقى غير الزويته. يبرد هنا غادي نعمل لاصوص ديال السلطه ان شاء الله. غادي نقصر حامضه هنايا غادي نحيدو هاد العظيمات ديال الحامض باش ما يتبقوش لينا مروريه في شنو غنعملو هنايا. زيت الزيتون واحد ثلاثة تقريبا شي ثلاثة المعالق حق هادي صغيره ما غاديش نعبر بها تقريبا شي ثلاثة المعالق كبار ديال زيت الزيتون. بسم الله على بركه الله. عندنا هنا المطار اللي بغى يديرو يديرو اللي ما بغاش يستعملو ما يستعملوش على حسب. هنا غادي نحملو شويه ديال الكمون تقريبا نص معلقه الكمون. تقريبا ربع معلقه ديال الفلفل الاسود حيت هنايا درنا هنايا الفلفله حاره. صافي هذا هو غادي نخلطوه مزيان. الملحة ملحة غير ربيع معلقة معلقة الملحة ربع ما نكثرش الملحة بزاف اللي ما تاكلش ملحة. بسم الله بسم الله. دابا غادي نحبوا هاد لاصوص اللي انا صايبت بالحامض وزيت الزيتون. صدقوني راه كتجي غزاله. بسم الله الحوت ديالنا ها هو تشرمل مزيان ونخليه هنايا شويه يبرد. غنحيدو من المقله باش يبرد.
بسم الله على بركة الله. غادي نضرب نحطوه في صحن التقديم. بسم الله على بركة الله. احنا دابا غادي نعملو فوق منها هاد الهبره ديال الحوت اللي هو الفرخ اللي انا شرملته بالتوابل اللي كما شفتو. انا غادي نعملهم من فوق هاد المربعات هادو. بسم الله غنزوق بهم السلطه. صدقوني راه كتجي لذيذه 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 بزاف، وبالاخص الاطفال كيطيروا عليها، تعجب الدراري الصغار. غادي دابا نديرو فيها شويه، تندردرو عليها شويه ديال الزعتر، نسموها بشويه ديال الزعتر، حكوها هكا شويه هكا، تجي فيه واحد النسمه غزاله. وها هي السلطه ديالنا ان شاء الله بالصحه والراحه. حنا غادي نديروها في الثلاجه ان شاء الله تبرد.